القوات الجوية تقصف 24 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية. الإدارية العليا تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة في قضية ترسيم الحدود. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة. إطلالة إخبارية للساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة، تحية طيبة لكم أينما كنتم. البداية من أسوان، حيث تعامدت الشمس صباح اليوم على قدس أقداس معبد أبو سمبل، وهي ظاهرة تحدث يومي 22 من أكتوبر و 22 من فبراير من كل عام. شاهد الظاهرة نحو 1100 سائح من جنسيات دولية مختلفة والمئات من المصريين، وقدمت فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان تعامد الشمس عروضا أمام ساحة المعبد في ختام المهرجان. النهاردة عمل يعني فعلا حاجة كل العناصر متكاملة. حضرتك النهاردة في معالي وزير السياحة، وزير الثقافة، معالي محافظ أسوان، قيادة الأمنية كلها جت من القاهرة، مجلس النواب تمثيل عالي المستوى جدا معانا، الإعلاميين أكثر من 15 دولة، بالإضافة لحضراتكم أكثر من 20 أو 30 قناة جاية تغطي وتلفزيونية. السياح النهاردة قالوا لي إنهم باعوا لغاية دلوقتي حوالي 1100 تذكرة أجنبية وأكثر من 1300 تذكرة مصرية. رسالة واضحة، مصر أكثر بلاد العالم أمانا الآن، لأن المجهود اللي عملوه قوات المسلحة والشرطة كان مجهود متميز حتى يستطيع السائح والمصري أن ينعم بهذه الميزة التي لا ينعم بها شعوب أخرى كثيرة. من أسوان إلى شمال سيناء، حيث قصفت القوات الجوية فجر اليوم 24 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية بالتزامن مع تكثيف هجمات القوات البرية والقوات الخاصة للقضاء على العناصر الإرهابية. أسفرت المداهمات عن مقتل 21 تكفيريا وتدمير 40 دراجة نارية وتدمير 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات. تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل الماضي والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي طيران وصنافير إلى المملكة. قررت نيابة مدينة نصر حبس سائق أتوبيس النقل العام 4 أيام بتهمة التسبب في حادث تصادم وقع بالأمس وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين داخل ميكروباص. قررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحاليل مخدرات، وقررت انتداب لجنة فنية من المرور لفحص أتوبيس النقل العام، وصرحت بدفن الجثث. قرر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السماح للمواطنين بتوقيع الكشف الطبي مجانا في العيادات الخارجية بمستشفى الشرطة بالعجوزة أو بمدينة نصر، ذلك كل جمعة من الساعة 2 ظهرا حتى 5 مساء. كما قررت الوزارة صرف الدواء مجانا وعمل جميع التحاليل الطبية والأشعة لهم. عربيا، وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى بغداد في زيارة غير معلنة للاطلاع على تقييم الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. هذا فيما رفع الجيش العراقي العلم على مدينة الحمدانية جنوب شرقي الموصل، كما سيطرت القوات على قريتين جنوبي الموصل في إطار معركة استعادة السيطرة على المدينة. لا نزال في الملف العراقي، حيث نفى مصدر عراقي مسؤول التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأنقرة
بشأن الدور التركي في معركة الموصل. كان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر كشف عقب اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اتفاق من حيث المبدأ على مشاركة تركيا في معركة استعادة الموصل من تنظيم داعش، راهنا ذلك بموافقة العراق. وختاما إلى التذكير بأهم ما ورد من أنباء. القوات الجوية تقصف 24 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية. الإدارية العليا تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة في قضية ترسيم الحدود. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة. تحية طيبة لكم أينما كنتم.